عندك كتب جديدة؟ وأنا عندي عروسة جديدة. جميلة قوي، الكتب ممتعة. انتوا لسه بتلعبوا بالعرايس يا فاشلين؟ ايه اللي حصل؟ ابعدي عننا. صور بيبيهات لطيفة قوي، مكانهم مش هنا. وانتي كمان مش عاجباني عروستك دي، احلى من غير راس. بس فيا هي كتبي فاشلين. عرايس البحر دايما موضة. هتدخل اللوكرز، هو ده مكانكو. أخيرا، إزاي وصلنا هنا؟ هنعمل إيه؟ إزاي هنخرج؟ إيه ده؟ دفني، بصي، خدت الميك أوفر عروسة البحر. دي تذكرتنا للخروج. هاي فاي، مش مضطر أغسل وشي. هاي أنتوا، عايزين تغسلوا وشكم؟ أوه يا ربي، ما جاتش. طيب، هحاول تاني. لا! أهو، المية خلصت. فاشلة؟ هستخدم ماي سيلر. دي الحاجة اللي محتاجينها. شوفوا لو هتقدروا تتفادوها. يا ريت ما تضربيش علينا. يا ربي، انتي هتبوظي الميك اب بتاعي. في الهدف. هاي، أخدنا اللي احنا عايزينه. بشرة براقة ونضيفة. حلوة قوي. ده دولاب قديم ولا ايه؟ يلا نشوف. هيكل عظمي في الدولاب. خليكي هادية، لقيت حاجة مفيدة. انتي مش بتستخدمي شنطة الميك اب دي، بس احنا هنستخدمها. واو، اتأكدي ان الحارسة مش شايفة اللي حصل. يا ربي، دول فظاع. عروسة البحر وقتك جه. يلا نشوف. ترين الأساس موجود. المشكلة مفيش أسفنجة. أعمل إيه؟ أنا سامعة زقزقة العصافير. واو، في عش حقيقي. مش عارفة لو في حاجة هتنفع. بيضة؟ رائع، ده بالظبط اللي محتاجينه. نقدر نستخدمها بدل الأسفنجة. أول حاجة هحط كريم الأساس. كونسيلر. كونتور. وشوية بلاش. الخطوة الجاية استخدام الشبكة. هنضيف شوية لمعة علشان القشور الذهبية. أكيد هيطلع طقر ستايلست من البيضة دي. دوري. أوه، إيه اللي حصل في إيدي؟ إيه ده؟ هي، ما تلاقيش ده أنا. كريب، ما تعملش كده تاني. آسف، ده علشانكو. بلاستيك فقاعات؟ ما كانش في حاجة تانية؟ ده اللي عندي، هحاول أتصرف. هحط كريم الأساس وبلاش وكونتور، وبعدين هرسم القشور. جميل، كحل بجناح وجليتر من تحت. الرموش. خلاص خلصت ميك اب العين، ودلوقتي الشفايف اهو. هاي، شكرا يا مستر كراب، انت جنتلمان فعلا. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه المشكلة؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مفيش. فعلا مفيش حاجة. انا هعديها. هاي انتوا، ماركر؟ شكرا. يلا نعلم على اللي عملناه. هو ليه هنا على كتفي؟ خديه بعيد. ده بوظ شعري بمخالبه. اعمل ايه؟ ده فظيع، مفيش اختيار. لكن في باروكه رائعه. ازاي اجيب باروكه؟ اوه، عندي خطه. ازاي اوصل للممسحه؟ اتفضلي. شكرا يا مستر كراب. ها، ايه رايك؟ جميل. فكره وحشه. باروكه حلوه، بالظبط اللي بدور عليها. دفني، علمي على الخطوة التانية. رائع، ادي له الجزء التاني. منين اجيب واحد؟ تعالوا يا جماعة، أنا جاية، أنا أول واحدة. بصي، هدية.
هو ده اللي بفكر فيه؟ دي الجديد خاف؟ هو ماشي، شوف يا قد ايه حلو، جميل جدا. عندنا الديل، شكرا لمستر كراب. العب مستر كراب. لا سيبيني يا شريرة، ضيفني ما سيبهاش تاخد مستر كراب. يا شباب اعملوا لايك عشان ننقذ مستر كراب، لايكس كتير، خليك قوي يا صاحبي. هاتي محتاجين اكتر، استمروا مستر كريب. لا ده بتاعي، فشلنا في انقاذه للاسف، انتوا ما ساعدتوش في انقاذ صديقنا. مستر مخلق تقدر تقعد هنا شويه؟ يا جماعه في فرصه ضعيفه ان احنا نخرجه، اضغطوا زرار اللايك. مفيش حد جاي، مش هتخرج ابدا. اوه يا ربي بسرعه، استمتع في الزنزانه. دفني بصي على ده، يا ربي. هاي يا شباب ساعدوني اوقع السلايم على الحارسه، زودوا اللايك اكتر، قربنا، كملوا يلا قربنا خلاص. ليه الوشوش الحزينه؟ مقرف. السلايم ده شيء مقرف. شكرا، انتوا اللي عملتوا كده، اعترفوا. لكن احنا كنا هنا، انا هخلي عيني عليكم، سيبينا نطلع. انا رجعت لكم تاني، ياي كنت قلقانة عليك قوي. اهلا بيك، انا هموت واطلع من هنا. ايه ده؟ طيب هضغط عليك، ما توقعتش ده. اختار ايه ده؟ او يا ربي مش عايزة جامبر غريب، هنا الطب الفاخر بتاعي. يلا زرار انا بختارك انت، انا عاجبني ده قوي. انا كمان محتاجة طب جديد، اضغطي على الزرار. شكرا، مفيش حاجة، دي مش مسؤوليتي، هحاول تاني، لازم اعملها بأي طريقة صح؟ يلا يلا، الزرار ده اكيد مزور. اوبس، اوه اشتغل، انا هختار التوب ده. واو شكرا، نقطة تانية خلصت. نعمل ايه في الاكمام؟ الاكمام؟ سؤال كويس، جاتلي فكرة، احنا محظوظين ان في ستاير. رائع، اوه شبح، اوه مخيف، لازم اقص الاجزاء. دي بداية كويسة، هلزق حوالين الاطراف، هضيف خرز كديكور. بقى عندنا الاكمام، واو اقدر اساعد، رائع. سيلفي عشان نفتكر اللحظة دي، وانا هجيبكم منين؟ مستر كراب. انت عملت لي الاكمام دي بايدك؟ قد ايه حلوين، هجربه. شكرا جدا، انا جاهزة لجلسة التصوير. انا بقى عندي اكمام. مستر كراب انت بتخطط لايه؟ اختاره، في حاجات كتيرة، هو مش واضح؟ منشار، دي فكرة سيئة جدا، أفضل أختار مفاجأة، هفتحها. أوتش صباي، شظايا لازم نتخلص منها، أنا لقيت سورتات للشعر. هاتيه، مخبية إيه تاني؟ مذهل، في كنوز كتيرة، حاجات ممكن تشتغل بيها. عيني على الهدف، لازم نبتدي نشتغل. أنا هزين السورتات بالصدف والخرز. واو ده تاج جميل جدا، رائع صح، تاجي تقريبا بقى جاهز. هايل، أنا لقيت سلك، هعمل منه زعنفة،
هلزق بالشمع السخن ولون. زعنفة شكلها كويس، دلوقتي ممكن نزينها. دبابيس شعر مضمونة، شكل تسريحتي هيدي إحساس عريس البحر. واو، وأنا كمان كنت مشغولة. إيه ده، هو ده اللي عملتيه؟ أنت بتتصرفي بسذاجة. ده كل اللي عندي. طيب خليني أساعدك، لو أنت مصرة أنا هلاقي حل للموضوع ده. بدا بين بدا بوم، بصي شكلهم رائع. أنا عملته بنفسي. هاي إيه ده، فكرة للحلقان بتاعتكم؟ طبعا لأ، ريقي ناشف. أنا عايزة شوية. هاي كنت بس عايزة الإزازة. عشان إيه؟ استني وهتعرفي. أنا هقطع قطع من الإزازة وأحطهم فوق الشمع. واو رائع، هلون وأضيف خرز. هعمل فراغات الحلق من فوق. الحلق بقى جاهز. واو، كان نفسي يكون عندي حلق زي ده. أوكي غمضي عينيكي، أهو مفاجأة. واو أنت طيبة قوي. طيب والعقد؟ أنا عارفة ممكن نستلف العقد بتاعها، هي فاشونيستا جدا. أعتقد لازم أستسلم. قرار كويس، مش متأكدة من ده، بس فات الأوان. أنا هحط الخرز في خيط الصيد وحسنه شوية. أهو بيبي، الموضة مش هتعرف تحصلك. إحنا خلصنا مهمة تانية، الضوافر هي مهمتنا الأخيرة. واو يا عروس البحر رائعة، يلا نبتدي. إيدي هي قوية، تماريني نفعت. المرحلة الأولى التجميل، هنبدأ بمية مايسيلر. ليه نعقد الأمور؟ أنا هساعد. ساعدوني بيبي، اطلعي. مسكتك. لا ايوه، وش نضيف. دلوقتي اعملي لي وشي، انا افضل استخدام ده. شكرا، دلوقتي وقت الميك اب، يلا نبدا بالفاونديشن. شوية بودرة وبلاش. اتحركي، أساس الميك اب جاهز. هنعمل العيون، هستخدم بيربل وشوية جليتر وخط على الجفن بالأزرق. رموش، كل اللي فاضل نخليه كله بيلمع. بطلي تزقي. دوري، عيون أنف وجليتر على الجفون وعظمة الخد. هضيف لولي وهخلي شفايفي يكون بارزه. الميك اب جاهز. اوكي واو، دلوقتي هنروح. انت روحي الاول وانا هاجي وراكي على طول. هاي هاي. رجلين، مفيش ديل مفيش دخول. فاشله، خسرت تاني. هوت دوغ، انا عندي فكره. هاي دي تذكرتي. هاي هوت دوغ كبير. ثانيه انتي، مستحيل. ما تزعليش، الفيلم هيبدا في اي لحظه دلوقتي. خدي بالك. يا ربي هو فظيع، كانت فكره فاشله. بدلة حلوة، أفضل إنك تساعديني أشيلها. أكيد هحاول. أخيرا. أعمل إيه بعد كده؟ واضح جدا، الشعر. الشعر مهم، يلا نبتدي. ساعديني بيبي، فوم التصفيف. هسرح شعري وهضيف خصل زرقاء.
واحد يا أخطبوط. واو، أنا ممكن أساعدك. أوتش، شعري جميل في الحقيقة. واو، الخطوة اللي بعد كده المانيكير. طيب ناوية تعملي إيه المرة دي؟ التمويع عمره ما بيفشل. أشك في ده، هتشوفي. إحنا جايين نكشف على فتحات التهوية. طبعا، اتفضلوا. لطيف جدا منك. أوبس. أنت مين؟ كنت عارف. بص. إيه؟ أوفو، أنتوا بتخدعوني. أنا كسرت ضوافري. إزاي هعمل مانيكير دلوقتي؟ إيدي، هنلزقه. أوه لا، ضوافري معمولة بالفعل. أيوة، جميل. أنا بفضل استخدم مانيكير الضوافر. مؤسف، ده ممكن يكون ترند جدا. أنا بفضل المانيكير التقليدي. وإكسسوارات الضوافر. واو، ده عادي. بصي لقيت إيه؟ إيد عروسة بحر حقيقية. أنا محتاجة شراب. ها؟ إيه؟ أنا هعمل أغشية. ممكن شوية مانيكير؟ جاهز. شبك من فوق. هضيف شوية ألوان. هشيل الشبكة. ودلوقتي جليتر. ضوافري جاهزة. رائع. بص على ده. واو، مدهش. هايل، أجمل حاجة شفتها في حياتي. دي الجائزة بتاعتكم لأفضل ضوافر. أوه، مش ممكن. شكرا جدا. أهي الصحافة، بس مباشر. ده رائع. نجاح كبير. أيوة، أنا جاية حالا. أنت بتصور؟ أنا عايز كلوز أب. الفشار على حساب المكان. واو، أهلا بيكم في السينما. نجحنا. واو، الفيلم مسلي. انتوا صدقتوا؟ اطلع بره. اوه، انا لقيت توب. هاتي، شكله احلى عليا. لا، ايوه، ده بتاعي. ايه ده؟ ها؟ راسي. واو، التوب بتاعي. التوب بتاعي انا هيكون على مستوى تاني. هزين القماش بتاعي بقطع من الاسفنج، سلاسل وصدف. واو، ده صحيح، التوب بتاعي مذهل. طيب والسلسلة؟ يلا بينا، كأننا داخلين الجنينة. أنا مش متأكدة قوي. إحنا هنخوف الحارس، هتشوفي. اتنين أشباح مخيفين جايين يشوفوا فيلم. أشباح، انقذوني. أوبس. إيه؟ ده أنتي. أوه، اطلعي برا. ها؟ وأنتي كمان. أو فشل تاني. بطلي ترمي. بالمناسبة، جاتلي فكرة. أنا هقطع قطع من البلاستيك وأدوبها فوق النار. هضيف لولي وحطهم في سلسلة. أنا كمان عايز اكسسوار. هنقص البلاستيك. أنا دايماً حظي وحش. أنا عارفة حل. دول هيكونوا حلقان رائعين. ده ليا؟ شكراً. حارس السنة هو أنا. واضح جداً، كان يوم طويل. ممكن أرتاح شوية. مفيش حد، ممكن انام شوي. شخص مضحك، ده انت حارس الامن الفاشل. كابوس رهيب. عرايس البحر الفاشلين بيطردوني في الاحلام. مفيش تاني نوم خلال الشغل.
علشان نكمل التحول محتاجين ديول. يس. مين هيكون عنده أحلى صورة بروفايل؟ أنا. يا ربي أنا شخص قوي. أنت طلبت ديول؟ ديول؟ أنا مش محتاجها. من هنا. شكرا. ديول. خيال مجنون. أنا مثالي زي ما أنا. طلبكم. أخيرا. دول ليك. شكرا. أنتوا طلبتوا اتنين. دافني؟ دي معلومة جديدة عليا. اتفضل. كده كويس. شكرا. ما تبصوش. احنا جاهزين. يلا. واو، عرايس بحر حقيقيين، رائع. طيب ادخلوا. اخذ منه وقت طويل. خدعوني بعد كل ده، بس انا مش هستسلم. حمام السباحة يتحول لسينما في اي بي. نفق، نجحنا. آسف لإزعاجكم، في مكان في اي بي علشانكم. استمتعوا بالفيلم. في اي بي، أنا بحب ده. خطتي الذكية نجحت. دافني استني. بنت لطيفة صغيرة. هاي. أنا مش لطيفة، أنا بقي جنية. ليه؟ في إيه أحلى من حفل كول بارتي؟ هاي، ممكن أنضم لكم؟ إيه؟ مين دي؟ أنا جنية. مش عارفاني؟ تحول سحري. دي أنا، بلوم. جينجر فريز. وكمان عندها جناحات. بصي بتعمل إيه؟ ده مضحك جدا. أنا عايزة أنزل البول. لأ. لازم يكون عندك ديك. وشي. جناحاتي. أو يا ربي. جنية الحبوب. شكلك رهيب. بصي على نفسك. هعمل إيه؟ مفيش حاجة ممكن تساعدك دلوقتي. أنا بس كنت عايزة أعوم. مكانك مش هنا. حمام السباحة ده لعرايس البحر وبس. هو بجد؟ أنا هكون عروسة بحر. إيه ده؟ ليه مش بينفع؟ كل ده بسبب المية. أنا عندي خطة بديلة. بطانية، صدف، ولزق. لبس عروسة البحر بتاعي جاهز. أوتش. بصي، عرض رهيب. الداك بتاعي. أنا هستخدم الفويل. عرايس البحر بيحبوا الحاجات اللي بتلمع. أنا جاهزة. إيه رأيكم؟ يايكس. ترى. أوبس. ده محرج. شكلها دودة صفرة عملاقة. دي أكتر حاجة محرجة شفتها في حياتي. هي صعبت عليا. لازم أساعدها. دي لست. إبريل. بعد كده هتجيبي العقد. وبعدين هتكوني واحدة مننا. أهي الترابيزة. أنا هبتدي بدي. ده صوت رهيب. الجنية دي مزعجة قوي. أنا تعبت. أو لأ، حبوب أكتر. هتخلص منهم. مقرف، أنتي بتبوظي كل حاجة. أوبس. أو لأ، ده وحش. لازم أتصرف بسرعة. هستخدم الشاليمو ده. مش عارفين حتى نستمتع بالمشروبات نفسلين. أنا عارفة صح؟ واحد، اتنين. باي باي يا حبوبي. بس لسه في بقى حمراء. لسه مش نافع. ممكن استخدمه كحبل صيد. هربط بس الخيط واصطاد. هي بتعمل ايه؟ ولا حاجة. انا زهقت منها. بصي على العود الجديد بتاعي. انا اصطدت حاجة. سمكة كبيرة. واو، صيد حلو. مجموعة من الباتش للحبوب. هحطهم. استنى واشوف. جميل. ايه الخطوة التانية؟ الميك اب. بس انا ما عنديش. انا ممكن اساعدك في ده. ودفني مش شايفة.
بلوم، تعالي هنا، ده ليكي. في سكراب للقشور محدود الإصدار متوفر للبيع. شكراً. إيه دول؟ ماسكارا وآي شادو، كل حاجة محتاجاها. هبتدي بالآي شادو، كل لون مرقم، بس ده تقريباً ملوش معنى. هستخدم أكتر ألوان بتلمع، جليتر أكتر، ألوان هنا وهناك. الميك اب بتاعي جاهز، أنا جميلة صح؟ الجنية دي بتضحك قوي. أوه لأ، ده كده بقى أسوأ. أهلاً. أيوة، أنت صبغتي القشور بتاعتك؟ امسكي، ده تلميح تاني. أوه فهمت. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. الميك اب بتاعي خلص. هي دي أول نجمة ليكي. شكراً. إيه؟ شكلها بقى حلو بزيادة، لازم نبوظه. أوه لأ، الميك اب بتاعي باظ. دي حاجة مؤسفة، مشكلة. ده مش لطيف يا دافني. مين عبقرية؟ أنا. أوه بجد؟ خدي أكل السمك، يامي. أنا مش هستسلم. ميك اب للمرة التالتة، أنا هحط الآي شادو بالترتيب الرقمي. نفع، إيه رأيك؟ هي خدي النجمة بتاعتك، نجمتي الأولى. مفيش نجوم، هي تاني. امسكي، أكل. الخطوة اللي بعد كده دي، ممكن أستخدم إيه عشان أعمله؟ هقطعه من ورق كرتون. هيا، بعد كده هلفه بقماش. لا ده مش نافع. الخطة البديلة، هاتني الشماعة على شكل ديل وبعدين هلفها بقماش. دلوقتي ممكن أجربه. رجلي الجميلة، هيوحشني الكعب العالي. أنا شكلي حلو بالديل. الجنية كعبلت الزعنف بتاعتها. بصي، بس هتاخد نجمة. ياي، نجمة تانية. مين طلب بيتزا؟ دليفري ميرمان؟ دلينا. شكرا، البيتزا البحرية المفضلة عندي. إبريل، هو لسه هنا. مين اللي هيدفع؟ فهمناك. امشي. أنا لازم أمشي. ياي، أنا كمان عايزة أغني كده. استنى. يو، الغنى بتاعك وحش قوي. ليه؟ مش هتقدري تغني زي عروسة البحر الحقيقية. هنشوف الموضوع ده. لا 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 لا، أنا جاهزة، أنا بلوم ودي أغنيتي. لا لا، رائع، أقدر أغني أحسن. عارفين اسمي؟ أنا بلوم، وأنا عروسة بحر أفضل منكم كلكم. يو، رهيب. أوه فعلاً؟ لا لا لا، عجبني. أوه أيوة، مبروك، كنت رائعة. أهي النجمة بتاعتك. هو ده كان إيه؟ ده سخيف، إزاي ده يعجبني؟ أنا مش عاجبني خالص. لبسي مش زي عرايس البحر. إزازة؟ علشان إيه؟ فسحة إن إحنا قراصنة. أنا شايفة سفينة، بصي جوه الإزازة. أوه خريطة. اشربي، أنا لازم ألاقي الكنز. مفيش حاجة هنا. شمال، يمين، أنا مش فاهمة. دورت في كل مكان. برزيني، القراصنة عمرهم ما بيستسلموا. أنا اتصبت، أنا كسبت، أنا أعظم قرصانة في التاريخ. هنا؟ ركزي، يلا نكمل لعب. أعتقد إني لازم أحفر. إيه ده؟ أوبس، إيه الصوت ده؟ لازم أشوف. ده كان اللي بيعمل صوت. إيه اللي في الصندوق؟ بص على لبس الجديد الستايلش.
أوه لا. طيب ماشي. عجبكم الكاتشب على ديلي؟ معمول من طماطم حقيقية. ده أسوأ بكتير. عروسة بحر تويلت. أوه لا. نشد السيفون. مش عارفة أشوف. أكيد هتحبوا اللبس ده. أنا حبيته. ودفني. اصحي. أوبس. إبرل. أيوة ده هينفع. لوم نجمتك. شكرا نجمة تانية. أنا محتاجة تسريحة شعر جديدة. هجرب حاجة. أتمنى تنفع. امسكي الكورة. صديتها. خدي ده. أنا ساذجة أوي. ساذجة جدا. أوه بقع كل حاجة. ودعي الكورة بتاعتك. وشعري جاهز. مثالي. ليه كل الناس ضدي؟ نجمة تانية. شكرا. تاج من ورق الفويل. عروسة البحر الحقيقية محتاجة حاجة أحسن. هجرب دي. برنيطة رهيبة. بجد؟ أوه أنا محتاجة أجرب حاجة تانية. أنا فخورة بيكي. امسكي. عندي نجمة تانية. دلوقتي أنا جاهزة. طب لو غرقت؟ أوه مش ممكن أخلي ده يحصل. أنا جبت ماسك للغوص. عروسة بحر بماسك غوص؟ أنا هموت من الضحك. عروسة البحر عندهم خياشيم. أنا أفضل عروسة بحر طبعاً. الدكتور ده هيساعدك. اتصلي بيه. دكتور فيش؟ ألو دكتور؟ أنا هنا. أنا محتاجة خياشيم. مضحك جداً. أنا ممكن أدفعلك. أوه دلوقتي كده أفضل. يلا نبتدي. طيب والفلوس؟ دول المفروض يكونوا كفاية. شكرا يا دكتور. دلوقتي أنا عروسة بحر حقيقية. في حشرة بتطير. عرايس البحر لازم يحطوا عدسات. وانتي مش عندك. خلاص كده. أنا عمري ما هكون عروسة بحر حقيقية. أخيرا فهمتي. مكانك مش هنا. استنوا رايحين فين؟ طيب وانا؟ امسكي. ايه؟ عدسات؟ ليا؟ شكرا. العدسات جاهزة. اهو العقد. مبروك. دلوقتي بقيتي عروسة بحر حقيقية. اهلا. استني رجعي العقد. انتي مش هتكوني واحدة مننا ابدا. انتي دمرتي كل حاجة. العقد بتاعي. انا افضل عروسة بحر. انتي عروسة بحر شريرة. تقدري تصلحيه؟ طبعا. خليني ادخل. لا انتي كنتي شريرة جدا. الموضوع هيكون كده؟ طيب انا هستخدم السحر. دلوقتي انا فامباير. مش مسموح لك تستخدمي السحر. مين اللي قال كده؟ انتي؟ خدي ده. ده اللي تستهليه. اعمل ايه دلوقتي؟ يا ساحره رجعي لي العصايه السحريه بتاعتي. حاولي تاخديها مني. امشي وما ترجعيش تاني. ده مش مضحك. لازم الاقيها ونكسر اللعنه. ليلى انت فين؟ خليني اعدي. خليني انا اعدي. انا كابوسكو. ليلى فلوسي. هي يا فامباير بتعملي ايه؟ المفروض تدوري على البنت. ليلى انا هكلم خدمه عرايس البحر. هاي. هاي شفتي البنت دي؟ اسفه ما شفتهاش. باي. هي بالراحه بالديل. البوستر بتاعي. رجلك هتكون كويسه قريب. أنا عارفة البيبي محتاجة إيه؟ كلب! جميل قوي! هاي يا صاحبي!
أوبس، ده مش متوقع. طلع كلب كوتيل. وشي، أنا هصلحه في لحظة. أنا جعانة، أنا هموت على. خليني أخمن دوناتس. اتفضلي. في الواقع يلا نروح المحل نجيب طبق دوناتس كامل عشان تستمتعي. وعايزة دول. أنا شبعت. أوه يا ربي. أوه دكتور، تعال بسرعة. إيه المشكلة؟ البنت جالها حساسية. أنا فهمت. يلا نفرقع الحبوب دي. بلاش، في طريقة تانية أسهل. طيب وليه كلمتيني؟ عشان تساعدنا نتعامل مع ده. أرجوك، كل ما تأكل كل ما الطفلة تأكل أقل. أوه أنا خلصت، شغلي هنا خلص. باي. ده مضحك جدا. هاي بيبي، انت عارفة ممكن الموضوع يكون مش وحش زي ما احنا متخيلين. ممكن تكون مبسوطة وبتمشي جنب كوسكو زحمة واحدة صاحبتها. اصحي، مش ده اللي حصل خالص. هي قبل الزومبي مخيف. ساعدوني، وهو على وشك يعضها. بطلي تعضي وتخوفي الناس. أنا هكلم النجدة. ألو حضرة الضابط، بنتنا مفقودة. هاي، أنت سامعني؟ اسمها ليلى. أنا بكلم مين؟ عايزة شوية فاكهة؟ أو ورد؟ يلا ابتسمي. أوبس، أنا عندي فكرة. عايزة تلعبي لعبة؟ كيسي ميسي، ما تبصيش. مش مهتمة. لسه مش مهتمة. طيب ده شكله ايه كده؟ قوليلي انت عايزه ايه وانا هعمله. انا عايزه اكون جنيه. هاي اختاري تاج الجنيه. ده لا، وده لا، ده رائع. هاي ممكن يكون عندي جناحات؟ طبعا، اتفضلي. وهو جناحاتي، انا شاطره قوي مع الاطفال. دلوقتي افضل جزء، انا محتاجه عصايه سحريه. طبعا. هي دلوقتي هقدر ارجع البيت. هي يا صابت، بص دي صورة ليها. اوبس، غرقان بأحزاننا. ثانية واحدة. في الواقع ليلى جميلة شاحبة وأسنانها أنيقة وشكلها زي الخفاش وعيونها باتنين مغناطيسية. دي شبهها. لا ده برضو غلط، شكلها مش كده خالص. عندها زعانف أنيقة زي الأسماك ورجل عريضة بقشور مقاس 6×4. زي كده؟ إيه؟ دي مش ليلى. الوصف ده غلط جدا، هي حرفيا ما عندهاش ديل. أخيرا بيتي. أوبس، هي جنية. أهي العصا السحرية بتاعتك، ممكن من غبار الجنيات؟ عايزة غبار؟ طيب أنا هرجع البيت. ليلى رايحة فين؟ عيون حمراء، عظم رفيع، خياشيم، أنياب. ودلوقتي؟ لا مش شبهها خالص. لا مش شبهها خالص. الديل لازم يتشال. قوليلي يا عروسة البحر. عروسة البحر فامباير. أنا رجعت البيت. هاي دي نسخة طبق الأصل من البيبي، نفس الشعر، نفس العيون، الابتسامة، تسرحة الشعر، بس مفيش جناحين. أخيرا الحمد لله، ده نفع. طيب خلاص لقيتها، القضية انتهت. ليلى انت رجعتي، ايه اللي حصل؟ الجنية خطفتني. انا هاي. استخدمت السناكس عشان تعذبني. خلاص انت انتهيتي. ايه طفلة؟ اعمل ايه بيكي؟ هسلمك لعروسة البحر. عروسة بحر بيبي. بيبي جنية. صح انا اللي عملتها. خلاص كده استني. كفاية، انا ههتم بيها بنفسي. خدي دي، ده علشان ليلى. هاي فايف بالديل. برافو يا عروسة البحر، انتي فاشلة جدا. انا جاهزة للجولة التانية.
إيه؟ بيبي ما تعيطيش بسببنا، أنا بعيط عشان ولد، أنا بحبه. أحب إيه الولد؟ مع السلامة. العبي بالعرايس أحسن، أنتي صغيرة أوي على الحب. سيبوني لوحدي، أنتوا مش فاهميني. أعتقد إني أقدر أساعد. أهو جه البطل بتاعنا. هي يا ولد اتجمد، ده أحسن من البلاي ستيشن. اتفضلي. إيه ده؟ أكيد ده ليكي. أه شكرا. هاي هاي، قصص الحب هي الأفضل. مستحيل، ده على جثتي. هاش يا فامباير، اقفلي بقك. باي. بنتنا كبرت. تعالي انتي. خلاص يا فامباير. ده تعدى الحدود. هي ممكن ألعب مع مين دلوقتي؟ أنا عندي فكرة. إيه اللي حصل لي؟ بيبي. أوبس، أنا كمان. من دلوقتي لايلا هيكون عندها صديقتين. معركة مخدات. أنا صدتها. هما هيستمتعوا جدا باللعب. كده كتير قوي يا جماعة. بنات أنا هشترك. دخل في صباعي حاجة، أنا هطلعها حالا. أرجوكي لا، الصوابع هتكون بتاعتي. طيب يلا نستخدم السحر. واو شكرا. أوه لا، السرير. أوبس بيض. جاجلينج سيء، أنا هصلح كل حاجة. أوه لا لا لا، الرفوف. بصي معايا العصاية بتاعتك، إيه رأيك في شعري الجديد؟ هاتي العصاية دلوقتي. مش هيحصل. عايزة العصاية تاني؟ أهي. أوه لا، السحر بتاعي. هتدفعوا تمن ده. أوبس، ما كانش قصدي. تاني؟ أوه، إيه اللي حصل لي؟ بنتنا كبرت. أنا بقيت باربي كبيرة؟ أنا هلوم العصاية اللي اتكسرت. أسفة. أوبس، ده أسوأ كمان. إيه الحل؟ هاي، إحنا فين؟ هاي، أهلا بيكم في هانجر جيمز. هانجر جيمز؟ أكيد لأ، إحنا مش مستعدين لده. استنوا. هاي، أنتوا مش هتروحوا أي مكان. يا ربي استخبي. فين؟ خمسة. الصندوق بتاعي. أربعة. استخبي في الصندوق دلوقتي. لا ده غريب، في الحالة دي أنا هستخبى فيه. تلاتة. كين. هاي يا وسيم، إيه الأخبار؟ اتنين. أنا لازم أكسب الجولة دي. أنا كنت هنسى. جاهزين ولا لأ؟ أنا جاية. هما مستخبيين فين؟ المكان ده مطرف جدا. مسكتك، استسلمي. أوه لأ، من فضلكم اعملوا لايك على قد ما تقدروا. نفعت، شكرا جدا. ها؟ أوبس، في حد عطس. يلا نشوف ده كان مين. سه، ايه الجرأة دي؟ واحد كمان، وانتي عديتي الحدود. أوه لا، كده بقى خطير. العلبة بتتحرك، في حد، دي لاحظتني. مفيش هروب، أنا خايفة جدا. ايه ده؟ أنا بستسلم. بتتكلمي جد؟ أمن، خدوها بعيد وأنا هلعب. واضح كده إنها مشيت، أنا ممكن أخرج. فيو، أنا متعصبة. بالراحة، ما تتعصبيش. نفس عميق. طيب
شهيق، زفير. أنا هادية. إيه اللي بيحصل؟ كسبنا؟ أهي الجائزة بتاعتكم، مبروك. يو مقرف. واو كاش. إيه ده؟ إحنا كسبنا، وده معناه إن إحنا أحرار. اتحركي، يلا بينا. مش ممكن أحتفل وأنا بالشكل ده، لازم أغير. هو ده الكلام، يلا بينا. روحي إنتي الأول، أنا هكون وراكي على طول. بصي، يا حزينة قوي. معانا الفلوس، يلا بينا. أنا معايا الفلوس وهنقذ عروسة البحر. إنتوا رايحين فين؟ رايحين ننقذ عروسة البحر؟ أنا شايفة بالعكس. أنا عارفة حل. أنيابي. إزاي هكمل من غير أنياب؟ ده بسببك أنت يا مشاغبة. ده اللي حصل. ما تقلقيش، أنا عندي خطة. أنا هستلف سهم وهحوله لقلب جميل. ده ليكي. شكرا، ده مفتاح الأوضة اللي فيها عروسة البحر، لكن انتي مش هتاخدي. أنا مستعدة لأي حاجة. يلا نعمل مسابقة، هنشوف مين هياكل الآيس كريم أسرع. أنا بحب المسابقات، لكن محتاجة أغير الأول. تاني؟ لا، البينك مش هينفع. كده أفضل؟ هي جربي تاني. لا لسه، دلوقتي كده مثالي. هي الآيس كريم ساح، المسابقات لغت. أوبسي، أنا لسه عندي مسابقات أكتر. شد الحبل هو المفضل عندي. أنت فاكرة إنك ممكن تهزميني؟ ده هيكون مسلي. أنا بحب تروم شورتس. يلا يلا بينا. أنا ممكن أحتاج مساعدة، أنت عارفة؟ ده مش مسلي قوي في الواقع. شدي شدي. أوبس، أوتش. أيوة، أنا بتمرن كتير. راسي. أنا هحتفظ بالمفتاح. يا شريرة، هاتي المفتاح. لا، إحنا ممكن نضحي بفلوسنا كلها علشانه. لا، أنا مش مهتمة بالفلوس. إنتي عملتي إيه؟ إنتوا محتاجين المفتاح ده؟ شوفوا هتعرفوا تاخدوه ولا لا. أوبس، مش صعبة قوي كده. خلينا نشوف. في حاجة. يا انتي ليه خايفة؟ الدود مش مخيف. اهو المفتاح. ييو، انا بس جعانة. يا يم، يلا بينا. انتوا مش هتروحوا اي مكان. فين المفتاح؟ يلا، احنا بقينا فين؟ مفاجأة، بتدوروا على صديقة؟ كملوا التحدي اللي بعده الأول. تحدي رأس لإنقاذ عروسة البحر. احنا جاهزين من بعدك. طيب، اتفرجوا وتعلموا. طيب، هي دي المنافسة؟ أنا قصدي حبيتها. مين بعد كده؟ أهلا، بتتعامل بالطريقة دي؟ سبوت لايت. أوه لا، النور عالي قوي. ساعدوني. دوري. أحب جدا. شمال، يمين، قدام، ورا. هزود السرعة. أنا متأخرة. كات. الفيديو ده رائع جدا. واو، دي لايكس كتيرة قوي. راسي واللوك بتاعي، دي كارثة. أنا لازم أصلح ده في أسرع وقت. ما توقعتش ده. لبس عروسة، ده غلط.
هو ده الصح. انتي رايحة فين؟ انا بحاول افتح الخزنة لكن مش نافع من غير كلمة السر. هاي افتح الخزنة دلوقتي حالا. عايزة كلمة السر؟ عادي الاختبار الاول. اطفي كل الشموع. ده مش صعب. 1 2 3. انا هاخد نفس عميق. شوية تراب دخلوا زوري. مفيش مشكلة، انا هتعامل. فوالا، احنا عندنا كود. اهي كلمة السر. لا مش بالسهولة دي. مفيش حاجة اسمها مهمة مستحيلة. يلا ابتدي. راقبوا الكورة. هبدلهم. أنا فاكرة الكرة هنا. لا دي هنا. هي فين؟ محاولة تانية. استخدم رؤية الإكس راي. الكرة هنا. أنا كسبت. ها؟ قصدي ده مستحيل. لعبة عادل. إحنا معنا كلمة السر. كل اللي محتاجينه إن إحنا نرتبها صح. جاهزة. افتكريها. يلا بينا. ديها كان إيه ترتيب الحروف؟ أنا نسيت. يا شباب قولولنا إيه هي كلمة السر الصح في التعليقات. مش ممكن نفتح الخزنة من غيرها. شكرا أنتوا رائعين. أنتوا اتمسكتوا. قضينا على الشغب. برافو. هاي فاي. هاي احنا بقينا فين؟ اخر تحدي. اول حد هيخلص المصاصة هيكسب. او لا انا محتاجة اغير. اسوأ توقيت. 1 2 3. اديني ثانية. المصاصة دي فيها سكر كتير. مستحيل اكلها. خلصت. واحنا عندنا فايزة. مبروك. شكرا. انا بحب الفوز. لا دلوقتي انا غنية. انا هاخد جايزة رائعة. فلوس كتيرة قوي. الجايزة شهادة تبني. ايه؟ ماما. لا انتي في مشكلة كبيرة يا فاشلة.